ما إن أعلن عن حجم المكافآت التي سيحصل عليها نادي الهلال، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بسؤال واحد مفاده: ما مصير كل تلك الأموال وفيما ستنفق؟ رئيس نادي الهلال فهد بن نافل يجيب على ذلك السؤال في مقابلة على قناة روتانا، حيث قال إن النادي ببساطة يبحث مثله مثل أي فريق كرة قدم آخر عن زيادة مدخلاته المالية ومكتسباته من الأموال والألقاب ليحافظ على زعامته، حتى يستطيع الاستمرارية والمنافسة في سوق كروي عالمي لا يعترف إلا بقوة المال. تصريح بن نافل كان رداً كافياً بالنسبة للجماهير الهلالية التي تطمح إلى التعاقد مع لاعبين عالميين، خصوصاً في ظل ارتباط اسم ميسي بالهلال، كرد على صفقة رونالدو مع النصر، فيما اعتبر آخرون أن حجم الأموال التي يتحصل عليها الهلال قد يقتل فرصة المنافسة بينه وبين الأندية الأخرى في الدور المحلي وآسيا. فهل ترى أن تلك مكافآت مستحقة أم هي صورة مصغرة لفيض الهبات الملكية ودعم الأسرة الحاكمة مدلل المملكة نادي الهلال كما يقول البعض؟ ما رأيك؟